وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعلم الله يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطي علم أنك تعطي. فالأمر محسوب عنده بميزان، ويجيء تصرف خلقه على وفق قدره، وما قدر وما قدر قديما ليلزم حاليا، ولكنه قدر لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل. وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه، وله هيئة يحدث عليها، والزمن ليل أو نهار، والمسألة في الإنفاق تقتضي أمرين، إما أن تنفق سرا وإما أن تنفق علانية، والزمن هو الليل والنهار. فحصر الله الزمان والحال في أمرين، الليل والنهار. فإياك أن تعن حاجة في النهار نفعل أو في الليل نفعل، لأنه أكثر، وتتعلل دائما بما يعطيك الفسحة فيما يأتي، مش تتعجل الأمر. إذا كان بالليل تقول بالنهار، وإذا كان بالنهار تقول ولا تعلى ولا تعدم تعليلا. بالنهار تقول لا أنا عايز أديه بالليل عشان ما يبقاش حد إيه شايف، يقول لك شوف إن عايزينك ليل ونهار وسر، وإحنا عايزين النفقة تتعدى منك إلى الفقير. ومسألة الليلية والنهارية في الزمن، ومسألة السرية والعلانية في الكيفية، لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. أقالت الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار؟ ده طلب من كل منا أن يكون إنفاقه ليلا ونهار، وما قالش سرا أو علانية. قال لك سرا يبقى مطلوب منا برضو السر، يبقى أنفق أنت ليلا وأنفق أنت نهارا وأنفق أنت سرا وأنفق أنت علانية. فلا تحدد الإنفاق لا بزمن ولا بكيفية ولا بحال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.